نجعل المجتمع كله يرى مين بيبيع ايه وكام، وبالتالي لك حق انك تنافس، وفي نفس الوقت لك حق انك تختار السعر المناسب بالنسبه لك. ومع استمراريه هذه المتابعه انا بقول لك السعر هيبتدي يرجع تاني للسعر العادل الذي لا يوجد فيه مبالغه. انما لو دخلنا بايد جامده وقوه وكذا، الموضوع مش ليس فيها قدرة أو عدم قدرة، ولكن هو غير مناسب في الظروف التي موجودين. إذا أردت أن تطاع أمر بما تطاع. أنا بتكلم على الخطوط الإنتاج الكبيرة اللي عندها الإنك جيت برينتينج، وبالتالي تطبع. إنما لو واحد ما عندوش المطبعة أقول له غزل أنا بتطبع، ما ترد علي أنت عايز تدخل كده جامد يعني. لا لا، احنا موجودين عشان نتعاون مع الجميع حتى يمكن الوصول للمحتوى. الدولة الرئيس الوزراء وهو في المؤتمر قال انا مستعد لغاية 3 سنين حتى يمكن تعميم ذلك. انت عندك صناعات صغيرة وعندك صناعات متوسطة وعندك كذا، عايزين نحافظ عليها ولا عايزين نقفلها؟ ما ترد عليها حافظ عليها. طيب عشان تحافظ عليها لازم، وكان معالي وزير التنمية المحلية معانا، لازم نتبنى مشروع كذلك لدعمهم في التكنولوجي بتاعه الطباعه ولا ايه؟ تمام. ولازم في مراكز لمثل هذا الموضوع. انما ما نتفق عليه ان يكون عندك القدره وما تطبعش. طب ليه 1-3؟ عشان في اوريدي بضاعه موجوده في السوق مش مطبوع عليها. فلو انا جرمتها النهارده يبقى انا يعني ايه بقول ايه بقى يعني؟ اللي نزلته من اسبوع وما كانش في قرار يتبع عليه، لا. فبقول بدايه الطباعه من 1-3 اخذا في الاعتبار القدرات التقنيه اللازمه في خط الانتاج اللازم لهذه الطباعه. طب انت ما طبعتش موجود في الفاتوره الالكترونيه؟ يبقى لو ما طلعتش الفاتوره الالكترونيه موجود فيها سعر المصنع وسعر اقصى سعر المستهلك، انت بقى عمليه مش طباعه، عمليه انضباطك انت مع الموزعين بتوعك. الموزع بتاعك لو ما طلعش الفاتوره الالكترونيه وحط فيها السعر البيع بتاعه، هيبقى هنا تجريم وخطر.